عندنا 19 ولاية جنوبية معنية بهذه العملية وهو الصندوق، يعني تعويض نقل المواد الاستهلاكية إلى الجنوب، إلا أنه فيه مقاربة أخرى اعتمدت هذه السنة سنة 2024 من أجل تقريب المصانع والوحدات الإنتاجية من المواطنين عبر الفضاءات اللي كنت نتكلم عليها، لأنه فيه عنصرين نعتمدهم، أولا تعويض النقل، ثانيا مش مقبول أننا نخلي الوحدات الإنتاجية اللي تغطي حاجياتنا وأمننا الغذائي متواجدة في ولاية أو ثلث ولايات، بل اعتمدنا طريقة أخرى عن طريق فضاءات التوزيع، أننا نمشي ندو الفضاءات هذه للجنوب لكي نقرب المسافات بين المستهلكين والمنتجين. أنا لا يقبل أنه 70% من أمننا الغذائي جاي في 5 أو 6 ولايات.